ولاية صفاقس عاصمة الجنوب وأهم مدينة صناعية في تونس. تتميز بتراثها المعماري المتعدد داخل المدينة العتيقة وبعادات وتقاليد وموروث غذائي مميز خلال شهر رمضان. مرحبا بكم الناس الكل، موعد جديد وحصة جديدة اخترناها اليوم باش تكون في ولاية صفاقس وبالتحديد من سيدي منصور. احنا في ضيافة مدام أسماء صاحبة ضيعة إيكولوجية، معها اليوم باش نتعرفوا على الموروث الغذائي خاصة بولاية صفاقس خاصة في شهر رمضان. لكن قبل هذا حبيت ان نأكد انه البرنامج هذا بالتعاون والاشتراك مع الديوان الوطني للسياحة. مشاهدة طيبة للجميع. عملنا دورة أنا وأسمى صاحبة هالمشروع الاستثنائي، ضيعة إيكولوجية تعليمية ترسخ ثقافة حماية البيئة خاصة لدى الناشئة. يضم هالمشروع مجموعة من الحيوانات المتنوعة وخاصة الطيور والحيوانات العاشبة اللي ما تشكلش خطر على الزوار، خاصة منهم الأطفال. نستقبلوا الأطفال من بريسكولير ولا سكولير، يعني من روضة للمدرسة، كيف نجموا نستقبلوا الجمعيات. نشطوا لهنا يوم تقليدي، سيرتو نحسوا الصغيرات باللي سانك سانس متاعهم، يعني الحواس الكل يتعديوا بها باش يعرفوا ويتعرفوا على مهن تقليدية قديمة. أي؟ كيف ما نقولوا ورشة القرديش اللي تقريبا اندثر، يعني المهنة هذية وكيفاش قبل يصنعوا العبانة والقشابية بالطريقة التقليدية. كيف عنا ورشة الشكوى لهنا، كيفاش كانوا قديما يستخرجوا اللبن. وفي الطبيعة وفي ديكور ياسر مزيان، بدينا في تحضير دبارتنا. أسمى، بعد ما عملنا جولة في الضيعة الإيكولوجية يقول لي وقيت باش نحضروا الدبارة اللي لازمنا نفكروا بها ونقولوا عليها شنو الدبارة بالنسبة لليوم. أكيد اليوم عندنا برغل بالعلوش، عندنا حلال بالشويبي، عندنا مبسوطة صفاقسية. هذوما الكل يعني أكلات تقليدية، موروث غذائي من قاع الخابية يعني صفاقسية. هذوما أكلات تقليدية من قاع الخابية صفاقسية. نبدأ بالبرغل. بالبرغل أكيد. برغل باللحم العلوش. أي. أعطينا فكرة على المكونات. المكونات أكيد مادام برغل باش نستحقوا البرغل. أي. باش نستحقوا اللحم العلوش. نستحقوا لهنا البزارات اللي هما الزيت، زيت زيتونة واللفاحات فيهم الفلفل الأكحل. بيه. فلفل أحمر ولا فلفل زينة كل حد كيفاش يسميه. الملح. الكركم. الخضر لهنا نستحقوا رويس صغير بصل، كعبتين طماطم، مغيرفة طماطم معجونة، شوية حمص، وعندنا لهنا الجلبانة طايبة، دونك ما حناش باش نرميوها من الأول، باش نرميوها في الأخر. وأكيد البرغل يعني هو يتسمط البرغل وإلا كيكا يتنفخ شوية في الماء سخون. يتنفخ شوية في الماء. علاش؟ في الماء. مش باش يتنحى باش حتى يعاوننا أكثر في التطيب. ومعلومة مهمة يعني. صحيح. معلومة مهمة، البرغل باش يطيب في وقت قياسي ماذا بيه نطيبوه بالماء الحلو. ملح حلو. هذه معلومة جديدة. هذه أستيس. عندنا لهنا جرينات فلفل باش نزينوا بهم من بعد الطبق. تبدأ أسماء؟ نبدأ. قبل سمية كانوا يستعنيوا ياسر باش يقليوا. يعني هيك الزيت والبصل وسلي قلي. توا في الهيلثي فود ولينا نحطوا كل شيء مع بعضه ويكون صحي يعني. أكثر. صحيح. يكون صحي أكثر ويكون عنده جو. الخضرة الكل تكون محتفظة بالمنافع متاعها. أكيد في أي ماكلة باش نبدأ أول حاجة بالبصل. بعد البصل عندك عيبتين طماطم، مش برشا طماطمات صغرونين. الطماطم المعجونة ما هوش برشا، ما نستحقوش برشا. هي البرغل بصفة عامة الأكثرية نحبوه أزعر، ما يجيش قوية، ما تحبوش حاجة في رمضان تبدأ قوية ويدمة. صحيح. ما يجيش ميدمة برشا. الحمص منفخ ديجا. اي دونك لفاحات باش ناخذ شوية من كل شيء. هنا عندنا الكركم. اي عندنا فلفل زينة. قرب لك الملح ولا الزمنية الصفاقسية، ما يقولوش فلفل احمر ولا يقول تقول يا مراش تحب نقضي لك، ما تقولوش جيب لي فلفل احمر حشيك.
يقول لها جيب لي فلفل زينه. فلفل زينه اي يربجوا بي عندكم انتم الفزايديه حتى في برشا بلايص اوريجينال زينه مش كاين دونك هنا اي يستبيختوا بكلمه الزينه خير من الفلفل الاحمر عندها سينيفيكاسيون بالنسبه لنا ديما زينه وديما خير أي. وديما افراح وتحرقت امين يا ربي. دونك لهنا كملنا المكونات الكل والجلبانة بعد هذيك باش نحطها من بعد خاطر طايبه شويه طيب. اي ماشي خضراء دونك لهنا باش نحط اللحم يبدا من اللوطه اي به كميه البرغل اللي عندي لهنا لاستيس في البرغل قداش من شخص البرغل هذاك دي نتاع ما شاء الله ان شاء الله كل شيء بالبركه ناكلهم يعني بعد تقريبا نتاع كاتر بيرسون سافا خاطرش تعرف في رمضان مش باش يهز شبعه من برغلك هاو فما كعيبه البريك فما صحيتين فما السوب فما سليطه دونك اذا كان وصل للبلا برانسيبال حاجه باهيه برشا به. قلت لك سميه الاستيوس اللي عندنا ان البرغل قد ما حطينا برغل نحطوا قدو ثلاثه ماء يعني صحفة برغل مثلا عليها ثلاثة كيلات ماء كيس برغل ثلاثة كيسين ماء ولا كملنا توا أسماء تحضير البرغل حطينا المكونات الكل قاد كان الجلبينة والفلفل اللي بعد باش نزينوا بها صحيت بالنسبة للجلبينة هذيك كيف ما قلت لك حيتها مصبرة دونك طايبة باش ترميها في الأخر إيه؟ والفلفل نزينوا به الطبق نتاعنا البرغل هذايا من بعد ما يطيب ندخلوه شويه للكوشه للفور باش يتجمر ونزينوه بالفلفل وتاكلوا بالشفاء. خليوه يطيب البرغل في عقله. اي نمشيو نحضروا الطابونه. به نمشيو للطابونه. وبعد ما حضرت أسمع عجينة الخبز الدياري مشات تطيب فيه على نار الحطب. هالطريقة التقليدية اللي تخلي ريحة الخبز وبنته ما كيفهاش. بعد ما حضرنا البرغل بالعلوش وخبز طابونه مع اسماء ألفة عسلامة مرحبا بيك عسلامة ومرحبا بيك صفاقس يفضلك عايشك عايش اختي انت باش تكمل الدباره بالنسبه لليوم تعاون في اسماء شنو بقيه الدباره بالنسبه لليوم اليوم ان شاء الله جاري نتاعنا هو الحلالم بالشوابي اي الحلالم نحضروا لها الزيت نحطوا الزيت اول حاجه نحطوا طريفات الشوابي يتقلاو بصل قبل ايه شوابي قبل ما يسالش ديما حطيناش على النار ما يسالش نجم نحطوا شوابي قبل معاه البصل طيب وعلى البارد ديما هكا يعني اي نحطوا يتقلى به يتقلاو مع بعضهم على نار هادية اي على نار هادية يتقلاو ومعهم كريمات الفلفل من الاول زاد اي به هي تقلية تشبه تقلية المرقة الصفيقسية مرقة صفيقسية اي بالكمون والطماطم تو نلحقوهم نقليو شوية الفلفل والبصل وطريفات الشوابي ونلحقو بقية التوابل هذه حلالم بالشوابي صفيقسية شوابي أكلة صفيقسية زمنية تراثية وقتاش يطيبوها عادة هذه والله نطيبوها في رمضان ما تغيبش على حتى الطاولة لابد ليلة من ليلة رمضان يكون ثم الحلالم الصفاقسية وتو نوريكم مادام تقلى نوريكم العجينة طريقة تحضير العجينة طريقة تحضير العجينة العجينة نحضروها اللي هي فارينة خميرة ماء دافي وشوية ملح باهي خليوها ترتاح لمدة ساعة ونحلموها كما هذوما الكعابر نوريكم طريقة تحليم الكعابر من المستحسن تكونوا صغيرات يعني هذه حلالم خضراء بالوقت تطيب اي زي ما قلت لك تعجن العجينة تحطها ترتاح لمدة ساعة من زمان وتحلمها كعبرات صغار اي هاني وريتك كيفاش يتحلموا
مش العجينة كاملة نحطوها نكعبروها. مش تعملها. نحطوا ثلثين يتكعبر. تحطوا الكعبر هذيك. وثلث بعد ما نمرقوا ويطيب الشوابي، شوفوا طريفات الشوابي طابوا. وإحنا نحطوا الكعبرات، بعد الكعبرات ما يدومش ياسر يعني ما ياخذش ياسر وقت. وقت ما يطلبش كل شوية. حاطين فيهم شوية خميرة. الثلث نتاع العجينة اللي قلت لك الباقية نحلوها في الماء الدافئ. ونحطوها مع المرق. ألفة بعد ما خلينا الشوابي تتقلى هي والبصل والفلفل الأخضر. نزيدوا الفحات. التوابل. التوابل نبداو بالفلفل الأحمر. برشا فلفل أحمر ليه؟ تجي حارة شوية. شوية موزوزة. كما قال سفيقسية. نزيدوا الملح. توا الثومة ولا من بعد؟ نحطوا الثوم صحيت. بيه. والطماطم المعجونة. الطماطم المعجونة. قداش مغرفة عادة؟ ما تجيش مطمطمة برشا هكا خويا؟ مغرفتين حجم صغير مغرفتك. باهي. نزيدوا الكمون. الكمون من الأول زاد. يعني كل شيء حطيته من الأول. بعد ما يتقلى والشوابي والبصل تعدى تحط بزاراتك. نزيدوا شوية ثوم ما يسالش، احنا حطينا ما يسالش، نجم نزيدوا شوية. باهي. وتوا؟ بزاراتنا كملناهم. شوية ماء نمرقوا شوية. اي نتقليو مع بعضهم سلا سلا حتى يذوب طماطم الكعب. في كل شيرة من شيرات تونس للخبز حكاية، واليوم في صفاقس حكايتنا مع الخبز المبسوط. المبسوط هو خبز معروفة به جهة صفاقس. هذا المبسوط خبز تقليدي زمني. هذا سميد. هذاك سميد. هذاك اللي مش نزينوا به مبسوطتنا. وهذا عجين مبسوطتنا. أعطينا شنو المكونات أولا؟ مبسوطتنا عجينها سميد. سميد أرطب ولا سميد رقيق؟ أرطب. سميد جيد. نزيدوا الخميره، نزيدوا الماء الدافي، نزيدوا الملح. سميد خميره لمده ساعه وملح. نحطوها لمده ساعه تخمر. تصير الساعه وخمرت ندهنوا يدينا بالزيت مفوحه من فوق. نلموا عجنتنا. هاتو نقول لك شنو اللي حطيت تحت منها. انت تحب تعرف شنو اللي نعرف كل شيء. انا تحب تعرف هذاك هيك اللي ماشي زين لنا مبسوطتنا. بدا منظرها مزيان. اني لميت العجينه ونوضح لك اللي تحب انت تعرفه اللي هو هذه الجلجله، حبه الحلاوه، سينوج وشوفي فوحه ما شاء الله. يعني اكله صحيه 100% هذه نكهه اللي كنت نقول لك عليهم الكل. وانت تاكل في المبسوطه الصفاقسيه. هذه المبسوطه تيب في الفور ولا تيب تقلي في الزيت ولا كيف؟ اذا عندك انت الطاجن الفخار الزمني اخي صحي، واذا ما عندكش تنجم تعمل على الطاجن العادي اللي موجود في كل دار، لابد في كل رمضان، لابد في الديار كل الصفاقسية لابد يعملوا المبسوط الصفاقسي. حتى مرة في رمضان. أي لابد. مدامنا في رمضان. ليلة فيها يكون موجود المبسوط اللي هو الخبز الزمني الصفاقسي. عرفناش عليك ألفة. أنا ألفة العلوش مدام بوعزيز معرسة وعندي وليد وبنية وبون عندي ماتريز تاريخ وجغرافيا أما ما خدمتش في الدار. أمينة مغرومة كل ما هو طبخ تراثي. مادام عندك الأستاذية في التاريخ والجغرافيا أكيد باش تكون مغرومة بالتاريخ والتراث. عندي الغرام هذايا. وفي الوقت اللي الشربة قاعدة تطيب بدات ألفة في تحضير الحلالم اللي عندها خصوصية في صفاقس. عبرات الحلالة جيدين مش نسقطوا الحلالة كعبات الحلالة اللي كعبرناهم. فوالا
وبعد هما نحطوا بقيه العجينه اللي قلنا مش نحسيوها بالماء الدافي. قداش يتيبوا وقت حبلهما؟ قداش وقت دقيقه تقريبا؟ 10 15 دقيقه وبعد تزيد العجينه بقيه العجينه تزيدها في اللي تحلها في الماء مش نحلوها في الماء الدافي تزيد المرق بن على بن به تخليها تطيب فقرها وبعد نرجع. رجعنا لك اسبه توا باش نشوف البرغ شنو حويله وصل قاعده تشم في الريحه اكيد نجمو نوصلو زعما دونك توا رينا الماء كيفاش نشف الكل توا مازالت مرحله واحده اخرى اللي هي التجمير. التجمير يعني نجمر في الفوره صحيت في الفور دونك ناخذ الفور. سقينا البرغل وحطيناه في الكوشه ومشينا نحضروا في طاوله شقان الفطر. حضرة دبرتنا بالنسبة لليوم من صفاقس تفكرنا ألفة بدبرة. دبرة هي الحلالم بالنسبة للجيري عملنا حلالم حلالم بالشوابي بالشوابي اي صبها اسمها معهم الكعابر والحسو اللي قلنا أضفنا له الفرينة اللي عجناها أضفنا لها الماء الدافي حليناها وكملنا طيبناها مع الشوابي والكعابر وثم السليطة سلطتنا التونسية العادية الأصيلة العادية موجودة في كل طاولة في رمضان العظم بالزيتون والطبق الرئيسي هو البرغل. برغل؟ البرغل على الطريقة الصفاقسية زيناه بجرينات فلفل مقليين الحم ما شاء الله ريحة فحفح كيف تشموا الناس الكل وتاكلوا بالشفاء. وانت حضرت الخبز التابونة أسمى تولى نسمع فقط لذيذ. الله أكبر الله أكبر شهية طيبة للناس الكل شهية طيبة للناس الكل أسمى ما عرفتنيش على العائلة. مرحبا بكم مرة أخرى وصحة شريبتكم عايشك في صفاقس وفي ضيعة جدي مع العائلة الموسعة للضيعة هوني بحذايا حماتي ربي فضلها وربي ربي فضلها لك حشامة حماتي راهي ربي فضلها لك هاتي البركة بكلها عايشك. صبيتي هذه سليمة سليمة ولا سليمة؟ سليمة ربي سليمة يضر لي عندك انت بنتي اسمها سليمة ربي يحفظها ان شاء الله وانا سليمة هذاك ياسين اخوها وهذا يوسف هذا قريد لاش هذه صديقتي ألفة وبنيتها وصديقنا عبد السلام. عبد السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالمصطفى من كلمنا والرضا من غيرك يقضي الحوائج والدعاء. صحة شريبتكم الناس الكل بعد شقان الفطر أكيد تم سهرية والسهرية بالنسبة لليوم ما شاء الله حافلة نلقاو فيها التي البخور ولباس تقليدي زاد أي هذه بمناسبة قدومكم حبينا نفرحوا بكم بلبسة تقليدية عايشك مش 100% صفاقسية لكن يعني أحواز صفاقس الحريم هذايا مشهور ممكن برشا ولايات زادة تمتاز به ممكن يشبه موديرنيزي شوية. نرجع لك لك انت يا ألفة صح عشان اهلا بيك يعيشك يعيشك قبيلة حكينا عايشك قبيلة حكينا على الفطاير اي اللي هي يعني طبق بعدي طول السحور انت اساسي للسحور ياكلوا صفاقس زيدوا نحكيوا عليها قلنا اللي هو سميد وفارينه وخميره وما دافي يذولي طاب التقلاق بخور هذاك بخور اوكي كليل هو مش بخور كليله كليله ما شاء الله ما شاء الله واذا السحور ماهوش فطاير يكون عصيده العصيده تجم تكون فرينه
والا سيدي تسميتو الا مع بعضهم سميتو فرينه فرينه بنزين بنزين اللي سفقسية عادتهم في العيد الكبير ثم اللي طيبوا في رمضان سحور بنزين ومعها اللحم القليه من سيدي منصور بصفاقس تفاح حصتنا ودبرتنا بالنسبه لليوم نتقابلوا غدوه ان شاء الله في مدينه اخرى ودبره اخرى تصبح على خير.